الأخت الأخت عبير الشرقاوي معايا على التليفون. السلام عليكم يا عبير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ميار؟ الحمد لله حبيبتي. وانتي طيب؟ جلال طيب، ويا رب دايما كده في خير وسلامة يا حبيبتي، وحشتيني. يا رب يا ميار يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة، دايما يعيد علينا الأيام الجميلة دي يا رب، ونبقى كلنا بصحة حلوة، ونبقى على ديننا وملتزمين، وما نصيبناش أي فتن، ربنا يثبتنا جميعا يا ميار يا رب. عبير عبير، يمكن انا سمعت فيما يسمع، يعني احنا كل شويه بيواجهونا بالشائعات، ميار قلعت الحجاب، عبير قلعت الحجاب، دلوقتي مش عارفه مين على باب انه يقلع الحجاب، عايزين نطمنك وعلى ايمانيتك، اتفضلي. لا الحمد لله الحمد لله، انا ثابته، ربنا يثبتنا يا رب. وبعدين عايزه اقول لك يا ميار ان احنا كلنا بنمر يعني بيسموها ups and downs في الإيمان بتاعتنا، يعني الإيمان بيزيد وبيقل، ينقص. المشكلة عند منتصف العمر أربعينات كده وأنت طالعة شوية، البني آدم ممكن يحصل له هزة نفسية، فبتبقى فتنة. يعني في ناس ما بتقدرش ان هي تكمل على التزامها، وللاسف ممكن يعني تقلع الحجاب، او يعني يحصل لها شويه هزه نفسيه كده تاثر على درجه الايمان بتاعتها، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني تقدر. نسال الله لهم الرد الجميل ان شاء الله، ان ربنا يردهم الى حضرتك الايمان ردا جميلا. طب انت بالنسبه لك عايزه تقولي لهم نصيحه ايه؟ نصيحه في عوجها. الصوت بعيد قوي يا منار. النصيحه ايه يا عبيد؟ تقول لهم ايه النصيحه؟ نصيحه للي واجهوا فتن وسقطوا فيها، نقول لهم ايه؟ يعني انا بنصح نفسي اولا، وبقول ان الطريق صعب جدا، الطريق مش سهل خالص، خاصه الاتموسفير المناخ العام دلوقتي دي يعني بعافيه شويتين، الالتزام مش قوي قوي زي اول ما بدانا التزامنا، احنا كلنا نتواصى ونتناصح وبنعين بعض على طاعه الله. دلوقتي مع كل الناس المناخ مش مساعدنا، بس احنا لازم نثبت، يعني احنا ما قدمناش حل تاني، يعني العدو من وراء البحر من الاسد، بس احنا مالناش حل يا بس على ان سلعه الله غاليه، على ان سلعه الله الجنه، ربنا يرزقنا اياك الجنه يا رب. امين يا رب امين يا رب امين يا منار. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني الطريق صعب، الطريق مش سهل، صح، واحنا لازم نشجع بعض، ودايما نسال على بعض، ودايما نفكر بعض ان الطريق مش سهل، وان يعني صحيح احنا بنحس بالوحده، وبنحس ان مفيش ناس كتير معانا بالظبط، ويمكن حتى عقلك لينا زي اهالينا او ما يبقوش معانا على الطريق بالظبط، ممكن يبقى اقل شويه، واحنا مفيش مسانده لينا، يعني مفيش مسانده معنويه حقيقيه، فاحنا بنغير بعض يا ميار. ربنا دايما تحب، انا اشهد احبك في الله، وانك من اقرب الناس لقلبي يا عبير حبيبتي، وانا كمان احبك الذي احببتني فيه، ويا رب دايما اطمن عليكي بكل خير يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، وانت شرفتي احلى حياه، وان شاء الله تبقي ضيفتنا كده وتنوري البرنامج يوم كده، تبقي ضيفتنا، وسلمي لي على جلال، وكل سنه وانت طيبه يا احلى ام في الدنيا. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، وانت طيبه. جزاكم الله خيرا الفنانة الجميلة عبير الشرقاوي اللي نورتنا النهاردة في أحلى حياة.